هاي مع حلقة جديدة من هذا سينوز وورد وهي ماجازين، واليوم حلقتنا خاصة لربيع صيف 2016 بالفستان الأبيض الصغير. الفستان الأساسي بيرجع تاريخه ل 1920 لما المصممة كوكو شانيل وجون باتو قرروا يطلعوا الفستان الأسود الصغير اللي هو الليتل بلاك دريس، وأصبح من القطعة الأساسية لكل ست. ومنلاحظ لربيع صيف 2016 الفستان الأبيض هو قطعة أساسية عم نشوفه على أهم الكات ووكس، بالإضافة بكل البوتيكات الماركات الكبيرة والماركات الصغيرة. ومنلاحظ أنه الفستان الأبيض الصغير الليتل وايت دريس قطعة بتنلبس منها بكرة العشية، ومنلاحظ المصممين حبوا يبتكروها ويعطوا روح جديدة للفستان الأبيض وهو قطعة أساسية لهالموسم. هون عم نشوف فستان من المي، ومنلاحظ مع كمان الاشياء الشفافه لان كل شيء شفاف هالسنه كثير دارج. حبيت اعمل الميكس بالفستان مع نزيد له اكسسوار يلي هو الملون الزهر، وبحب ذكر انه السنه الماضيه كان التوتال لوك وايت كان على اخر موضه، لكن هالسنه حلو نلبس ابيض توتال لوك ابيض ونزيد له الاكسسوار الملونه لنعطيه حياه اضافيه. هون ملبستها هيدا الفستان مع هون مثل الموفمنت تبعه، وهذا الفستان فينا نلبسه بعدة طرق. هون بنشوف كمان الحركة المهضومة على الظهر كلياته ليعطيه روح أساسية. هون أنا حبيت كمان حملها كمان جزدين الماست هاف لهالموسم اللي هو الفندي، ومع الصندال لستيلا ماكارتني. فإذا منلاحظ إنه الفستان الأبيض عم ينلبس بعدة طرق وموديلات مختلفة. يعني فينا نقول إنه الفستان الأبيض هو القطعة الأساسية، حتى في بعض الأوقات الليتل وايت دريس عم يلبسوه كمان على الفساتين الأعراس. هلا أكيد هيدا بيرجع حسب إذا العرس كبير يا أما صغير، بس أكيد بالأحرى نحن بالمنطقة أكيد عرس صغير. الفستان الأبيض بينلبس بعدة طرق، بينلبس بطريقة رسمية يا أما بطريقة غير رسمية. هون عاملين الميكس، هذا الفستان من بخوتري أنجليز معمول بطريقة كتير حلوة كتير مميزة، هيك بتذكرنا بأيام الطفولة الفساتين كنا نلبسها نحن وصغار. هذا الفستان من عند ريد فالنتينو، وحبيت زد له هذا الكروس باك. هذا الكروس باك بينلبس بعدة أكيد طرق، هون لبسينه كروس باك يعني فينا نحطه على الكتف يا اما فينا نمسكه بايدنا اللي هو من عند ستيلا ماكارتني. وهالموسم كمان مع الفستان الابيض بنلاحظ انه قصه القميص اللي عم تتحول على شكل فستان كمان على اللون الابيض، بس لكن اكيد فعل كثير كبير من المصممين حبوا يتميزوا بالقصات ويخترعوا شيء جديد ونظره جديده للفستان القميص بطريقه جديده. واكيد هون فستان لون ابيض حبيت اختاره لانه اللون الابيض هو عنوان حلقتنا. هيك هون الفستان موديل قميص عادي، وحبيت الماست لهالموسم هو السنيكرز اللون الابيض. هون حبيت لبسها السنيكرز الماست هافي اللي هيك بحسه شوي دوبل سمال تبع الكسندر ماكوين مع لوينات مارك جايكوب. بس السوربريز هون بهالفستان الحلو، هون بنجي التكسير، بعده التكسير على اخر موضه وماست هاف بنلبسه على موديل التنوره. هون حبوا يمزوا الفستان القميص مع التكسير على التنوره، وحبوا كمان هون بنلاحظ على هذا الفستان الظهر شوي مفتوح هيك ليعطي لوك فريش بيتماشى مع الفتره احنا عايشين فيها، واكيد صيف 2016. وكمان بحب ذكر انه الفستان الابيض الطويل كمان اخر موضه هالموسم. انا لابسه فستان من عند مارني، حبيت زد له الزنار حتى اكسر الطول تبعه لحتى اعطيه الروح الموسم يلي على الموضه، واكيد ضفت له الصندال يلي هو من الجلد من عند سان لوران. وهيك بنوصل لنهاية هذه سينوز وورد وهي ماجازين، وأكيد فينا نتواصل على كل السوشيال ميديا اللي مبينة عندكم على الشاشة. باي باي.